كثر الحديث مؤخرا عن المهارات اللينة التي تسمى soft skills ودورها في سوق الشغل، وكثرا المتدخلون والباحثون في هذا الميدان، بينما استعمال هذا المصطلح يعود لسنة 1972 لباحثين أمريكيين في كتيب لتكوين الجيش الأمريكي. قد تبدو هذه المصطلحات غريبة على الكثيرين، بل ولم يتوقع أحد أن يصل الأمر لتصنيف المهارات إلى مهارات صلبة ومهارات ناعمة، إذ يبذر أو يتبادر إلى ذهن الكثيرين تفسيرات مختلفة حول تلك المفاهيم الجديدة في عالم المهارات. ولكن الجديد في هذا الأمر أنها تعتبر إحدى أهم التصنيفات والتقسيمات للمهارات في القرن 21. لذلك من خلال البحث العميق وجدت بالفعل العديد من التفسيرات تقسم هذه المهارات إلى نوعين. أولها هو تقسيم هذه المهارات وفقا لجانبي الدماغ، أي أن المهارات الصلبة هي التي ينميها الجانب الأيسر للدماغ، بينما تنمو المهارات الناعمة في الجانب الأيمن للدماغ. هذا تفسير. وفي رؤية أخرى مهارات معرفية ناعمة وعملية صلبة، أي أنها مهارات هاردوير، والأخرى نسميها مهارات سوفتوير أي مهارات ناعمة. كما نجد اتجاه آخر يقول بأن المهارات الناعمة هي مهارات شخصية، وأن المهارات الأخرى هي المهارات الصلبة. قد تتفق كل هذه الرؤى في بعض الأمور، وقد تختلف أيضا في الكثير من الأمور. فالبعض يربطها بسوق الشغل كمهارات ناعمة، وبالوظيفة وطبيعتها كمهارات صلبة. لكننا هنا بصدد شرح هذا الإشكال من الجانب الأكثر عقلانية ومنطقية، وهو جانب طبيعة المهارة نفسها. سوف يتضح الأمر أكثر من خلال هذا التقديم البسيط. المهارة الصلبة hard skills، وهي المهارات التي تتسم بثبات قواعدها وبنيتها الأساسية، فهي مهارات غير قابلة للتغيير مهما تعرضت له من عوامل خارجية أو داخلية أو طبيعية، وتأتي صلابتها من عدم مرونتها وقابليتها للتغيير. فتعتبر تلك المهارات متجمدة وغير مرنة، ولكن يمكنها أيضا أن تواكب التطورات من خلال تجليات تلك المهارات. على سبيل المثال لهذه المهارات، مثلا مهارة استخدام أجهزة الكمبيوتر، فهي مهارة صلبة لا تتغير مع تغير المكان أو الزمان أو الظروف الفيزيقية. فخطوات تشغيل جهاز كمبيوتر في كلية داخل جامعة ابن زهر مثلا، هي نفس خطوات تشغيل نفس الجهاز في كلية داخل جامعة سيدني مثلا. أي أن الظروف والمكان والوقت لا يغير من المهارة شيئا، لذلك تتسم هذه المهارات بالصلابة. وفي مثال آخر، مهارة الحساب أو تعلم الحساب هي مهارة صلبة، وذلك لأنها تقوم على قواعد ثابتة غير قابلة للتغيير، ولا تتبدل خطواتها ومهامها من مكان لآخر ومن وقت لآخر ومن ظرف لآخر، على عكس المهارات الناعمة. يمكن اعتبار المهارات الصلبة على أنها المهارات القابلة للتعلم والتي يمكن قياسها ظاهريا ولا تتغير من حين لآخر، ولكنها قادرة على التطور. وهذا ما يؤكده التعريف الذي يعرفها بأن المهارات الصلبة هي قدرات محددة قابلة للتعلم، يمكن أن تعرف وتقاس مثل الكتابة والحساب والقراءة والقدرة على استخدام برامج الكمبيوتر. وعلى النقيض من ذلك، فالمهارات الناعمة أقل حسية وأصعب في التحديد، مثل السلوك والتعامل مع الآخرين والاستماع. المهارات الناعمة هي soft skills، وتعد هذه المهارات على عكس ونقيض المهارات الصلبة، فهي مهارات متغيرة ومتقلبة وفقاً للمكان أو الزمان أو الظروف المحيطة أو التدخلات الخارجية والداخلية أو الخبرات أو الفئات العمرية، وهي عوامل كثيرة يمكنها أن تؤثر على جودة وطبيعة المهارات الناعمة،
حتى أنه يمكن للحالة المزاجية للفرد مثلا أن تؤثر على تلك المهارات. يتضح إذن المقصود بالمهارات الناعمة في هذا المثال، فمهارة مثل مهارة التواصل والتفاعل مع الآخرين تختلف من فرد لآخر، ومن ثقافة لأخرى، ومن وقت لآخر، وحتى من تقنية لأخرى، ومن مكان لآخر، ومن حالة مزاجية للفرد لأخرى. فمن هنا تأتي مرونة هذا النوع من المهارات، فهي مهارة قابلة إذن كما قلت للتغيير والتعديل وفقا لأي سبب خارجي أو داخلي قد يحدث ويؤثر عليها. هي إذن مهارات تتغير، ومن الصعب تحديدها بشكل ثابت نظرا لمرونتها. ما هي خصائص المهارات الناعمة؟ لكي تعتبر مهارة ناعمة لا بد أن تتصف بثلاث خصائص، هي كالتالي: أولا، أن تكون قواعد إتقان هذه المهارة غير واضحة، على عكس المهارات الصلبة مثل الرياضيات حيث القواعد دائما كما هي. كما أن كفاءة الفرد في المهارات الناعمة تتغير بناء على حالته النفسية كما قلت، والظروف الخارجية، ونوع الأفراد الذين يتعامل معهم. ثانيا، أن تكون هذه المهارة ذات قيمة في أي مهنة أو وظيفة. فما دامت المهارات الناعمة ترتكز على قوة الفرد الداخلية وكفاءته الشخصية، فإن ذلك ينعكس حتما على علاقته بالأفراد. ثالثا، أن يكون إتقان هذه المهارة رحلة مستمرة، يمكن أن تصل لمستوى من الإتقان فيها، ولكن تواجه دائما مواقف جديدة تسمح باختبار المهارات الناعمة وتدفع الفرد للتعلم أكثر فأكثر. ما هي أبرز المهارات الناعمة؟ هي كثيرة، سنسوق بعضها على سبيل المثال. أولا، مهارة التواصل communication skill، وهي تعني التعامل مع القياديين والزملاء في العمل مثلا بلطف، وكذلك التعامل مع الجمهور بحسن ولباقة، وتتمثل في القدرة على التحدث بطلاقة، أي أن مهارة الإصغاء والاستماع، تكوين علاقات اجتماعية ناجحة، والقدرة على تحفيز الآخرين إلى آخره. ثم هناك مهارات التنظيم والتخطيط organizing skills، وهي القدرة على تحديد الأولويات والبداية بالأهم ثم المهم، والقدرة على تخطيط وإدارة الوقت والمهام، وتتمثل في ترتيب الأولويات، في إدارة الوقت والالتزام بالمواعيد واتخاذ القرارات المناسبة. ثم هناك مهارات العمل ضمن فريق team skill، وهي القدرة على إدارة وتمثيل المجموعة في العمل، والقدرة على تنفيذ الأدوار بفعالية. تتمثل هذه المهارة في القدرة على بناء فريق عمل والتعاون مع فريق عمل والاتباع الواعي للتعليمات والقواعد إلى آخره. ثم هناك مهارة التأقلم والمرونة، هي قدرة الفرد على استيعاب متطلبات بيئة العمل والتكيف معها، وتتمثل في العمل تحت الضغط stress، والعمل في بنيات متنوعة ثقافيا واتساع الأفق، ومثلا تقبل النقد، كل هذا يدخل في مهارة التأقلم والمرونة. ثم مهارة التفكير النقدي، وهي قدرة الفرد على إصدار الأحكام على الأعمال واستنتاج الحلول والأفكار الخلاقة، وتتمثل في القدرة على توليد الأفكار كالنقد البناء مثلا. ثم هناك مهارات إدارة الأزمات، وهي القدرة على حسن التصرف وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات وتوقع المخاطر والإشكاليات، وتتمثل في مهارة حل المشكلات، أي التعامل مثلا مع المواقف الصعبة، وكذلك التنبؤ بسلوك الآخرين. هناك أيضا مهارة الاحتراف، وهي القدرة، قدرة الفرد مثلا على الاستفادة من تطور التكنولوجيا واستخدامها في بيئة العمل بكفاءة عالية، تتمثل مثلا في التوظيف الأمثل للتقنية أو الرغبة بالتعلم المستمر والبحث عن المعلومات. ثم مهارة التفاوض negotiation skill، وهي قدرة الفرد على عرض وتسويق الأفكار والمشاريع بصورة مقبولة لدى المستفيدين،
تتمثل مثلا في القدرة على التفاوض والقدرة على الإقناع، وكذلك مهارة العرض والتقديم.